نرجع مع حضراتكم لمسألة الكليات والجامعات واختيار الكلية، لأنه خلاص احنا بنتكلم يعني انه خلال يمكن يوم او يومين نتيجة الثانوية العامة بتبان، ولازم يكون عندنا ترتيب كده علشان يعني ما نبقاش مختلفين واحنا بنكتب الرغبات. فعندنا يعني كليات كتير جديدة موجودة داخل الجامعات الحكومية، موجودة في القاهرة وعين شمس والفيوم وكفر الشيخ وغيرهم كتير، وتخصصات كمان يعني بيتم الاهتمام بيها داخل كمان الجامعات الأهلية، لأنه هذه الجامعات عاملة نوع من أنواع التوأمة مع جامعات دولية علشان يتم تأهيل الطالب في المجالات دي بعد ما يتخرج. مسألة أنه الطالب يخرج مؤهل لسوق العمل مسألة مهمة جدا، لأنه هي مش الفكرة أنه نعد في خريجين ويطلع مش لاقي شغل. والتوأمة دي مهمة جدا برضو، أنت بتبقى معاك شهادة من هنا قادر أنك تشتغل بيها بره، معادلة. لأنه دايما كنا قبل كده نسمع أنه لما تسافر اول حاجه بيقولوها لك لا احنا هنحتاج نعادل الشهاده بتاعتك ايا كانت من جامعه ايه. مظبوط، هو ده المهم. فكره ان انت لما تتخرج هتشتغل ايه، التخصصات دي الجديده بتفتح سكك كتيره جدا للشغل جوه وبره. خريجين هذه الجامعات بيقدروا ان هم يتخصصوا في مجالات كتيره جدا، ويبقى عندهم سوق العمل مفتوح مش مقتصر على عدد من محدود من الوظائف. يقدروا يشتغلوا مثلا في البرمجيات، امن المعلومات، ذكاء الاصطناعي، في صناعه الروبوتات، في تطبيقات الحوسبه والرقمنه وقواعد البيانات، وغيرها كمان من المجالات الجديده. هي دي الوظائف اللي السوق حاليا محتاجها، سواء زي ما قلت لحضراتكم جوه مصر او بره مصر. صحيح، ويمكن يعني كان في احصائيه كده بنتكلم على يعني وظائف كتير 30% منها تقريبا وظائف جديده، فكل اللي انت بتقوله ده يمكن حاجات جديده سوق العمل بيحتاجها، ويمكن كمان 20% من الوظائف القديمه اللي موجوده بالفعل هتندثر. فمساله انه نهتم بكل ما هو جديد وكل ما هو يعني مطلوب في سوق العمل ده شيء مهم جدا، والحقيقه انه ده بيتم في مصر وبيتم من قبل القياده السياسيه، وسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بنفسه بمساله التخصصات الجديده دي. وقبل كده كان في زياره لسيادته لجامعه كفر الشيخ، وقال للطلبه اللي موجودين في قاعات كليه الذكاء الاصطناعي كل اللي انتوا بتدرسوه هنا وكل اللي انتوا بتدرسوه دلوقتي وكل الافكار المتعلقه بمساله الرقمنه هو مستقبل الدنيا كلها. عشان كده احنا بنقول لكل طالب في ثانويه عامه لازم يفكر كويس ويفتح لنفسه سكه مختلفه وسكه جديده يقدر من خلالها انه ينمي مهاراته طبعا، وهو مدرك لقدراته اللي يقدر انه بيها يدخل هذا النوع من الكليات، لانه انا مقتنعه برضو ان الكليات دي يعني تعتمد بشكل كبير على القدرات. بكل تأكيد كل التوفيق طبعا لإخواتنا الصغيرين في الثانوية العامة، إن شاء الله يدخلوا الكليات اللي نفسهم فيها ويثبتوا نفسهم ويحققوا ذاتهم وينفعوا نفسهم وينفعوا مجتمعهم كمان. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. دلوقتي خلينا نروح مع حضراتكم لمنة الشرقاوي وتقولينا آخر أخبار الطقس والمرور والعملات وكمان أسعار الذهب، ونسألها على ذكرياتها مع نتيجة الثانوية العامة. صباح الخير عليك يا منة. صباح الخير يا شاذلي. انا ما كنتش ثانويه عامه، انا كنت شهاده معادله، كنت اي جي، فما كانش عندنا الستريس الرهيب قوي بتاع المذاكره، اللي هي احنا عندنا بقى عنق زجاجه، الامتحان كان بيبقى على كذا امتحان، فكان بيبقى ما توفقش في اول امتحان بيقدر يعوض في الثاني او الثالث او الرابع، فكان بيبقى عندنا شويه فرص وقت نعرف نشتغل فيهم، بس كان بيبقى عندنا شغل كتير جدا على مدار الثلاث سنين بتوع الثانويه العامه، لان الاي جي كانت بتحسب وقتها من ثلاث سنين، انا كنت واخداها في سنتين مش في ثلاث سنين، فكان عندي ضغط مذاكره يمكن اكتر شويه. كان مجموعي الحمد لله ساعدني وقتها اني اختار اي كليه ايا كانت، يعني انا اخترت كليه اعلام ودخلت كليه اعلام، اتخرجت من كليه اعلام واشتغلت في الاعلام. فانا بالنسبه لي حاسه ان مجال شغلي هو مجال دراستي، الناس المفروض تعمل اللي هي حباه واللي هي حاسه ان هي عايزه تعمله. ان شاء الله ربنا يديكم المستقبل اللي انتوا عايزينه كله، وزي ما كان هدير وشاذلي بيقولوا قصه ان الثانويه العامه دي ما بتبقاش نهايه المطاف خالص، ده بتبقى بدايه بقى، هنبتدي نتعرف. عندنا اربع سنين من الجامعه هم دول احلى اربع سنين اعتقد انها هتبقى في العمر كله. اللي ما قدرش ينمي نفسه في الجامعه يبقى هو ضايع نفسه، اللي ما استمتعش بالدراسه، اللي ما عملش اصحاب، اللي ما سافرش، اللي ما دخلش اسر او جروبس او في الجامعه يبقى ضايع على نفسه حاجه كبيره جدا. فاربع سنين ان شاء الله تستمتعوا بيهم ما في مرحله ما بعد الثانويه العامه، وتستمتعوا بقى براحه وتبقى اعصابكم هاديه جدا. خليني بقى لكل الناس اللي لسه ما نزلتش نستعرض معاهم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر.
هنبتدي جولتنا من القاهرة وهنبتدي من كوبري أكتوبر. احنا شايفين طبعا كثافات مرورية لكن بسيطة خالص، مش بتأثر على معدل الحركة لغاية ما بنوصل لمنطقة رمسيس. بعدها هنلاقي سيولة مرورية هتستمر معانا لغاية نزلة غمرة، وهتكمل السيولة المرورية دي لغاية نهاية كوبري أكتوبر. هنبص مع بعض على شارع رمسيس، احنا شايفين فيه كثافات بسيطة جدا ومش مؤثرة على امتداد الشارع، وهتكمل معانا السيولة دي لغاية طريق النصر. لو بصينا هنا على شارع بورسعيد هنلاقي من اول نزله اكتوبر ولغايه الباقي الطريق هنلاقي سيوله مروريه لغايه منطقه الزاويه الحمراء والويلي ولغايه كوبري الساحل والامريه. لو بصينا بقى فوق في الاوتوستراد هنلاقي سيوله مروريه نسبيه، هتقل بعد شويه طبعا اللي جاي من مناطق حلوان للمعادي والمقطم. ولو بصينا بقى على مطلع المقطم للمتجه لصلاح سالم ولغايه منتصف صلاح سالم هنلاقيه مغلق لغايه نص اغسطس، وده زي ما احنا عارفين بمعرفه الاداره العامه للمرور. خلينا نبص على اللي بياخدوا الطريق الدائري، ياخدوا بالهم ان في تحويلات مروريه لمده اسبوع، ده هيتزامن مع تنفيذ اعمال كوبري كارفور، وده هيتطلب تنفيذ اعمال الغلق الكلي لنفق كارفور في الاتجاهين في حركه المرور، وفي تحويل في اتجاه محور حسب الله الكفراوي في مناطق الطريق الدائري. الاداره العامه للمرور قالت انها في خدمات كتير موجوده مروريه، وهتنسق مع الشركات المنفذه عشان تحط مساعدات فنيه ولوحات ارشاد وكل التجهيزات اللي ممكن تساعد على ان الناس تبقى عارفه ان في اعمال في المنطقه عشان يبقى في ضمان لسلامه وامن الناس. نشوف مع بعض الجيزه، وهنبتدي مع بعض تحديدا من شارع الهرم. احنا شايفين في سيوله مروريه نسبيه، وهنفضل ماشيين لغايه ما بنوصل لميدان الجيزه، هنلاقي هناك طبعا كثافات حديد مع ساعات ذروه الصباح. لو بصينا على محور 26 يوليو هنلاقي طبعا كثافات مروريه للي جاي من اكتوبر في الوقت ده ولغايه ميدان لبنان، وكمان هنلاقيها في الاتجاه الاخر. هنلاقي برضو سيوله مروريه للي جاي من كوبري اكتوبر في الوقت ده، ودي حاجه ظريفه جدا في هذا التوقيت. نبص مع بعض على محافظة الإسكندرية، احنا شايفين هنلاقي بعض الكثافات البسيطة عند شارع خالد ابن الوليد في منطقة ميامي، وكمان هنلاقي كثافات بسيطة في المناطق المحيطة في كوبري ستانلي، وكمان في كثافات متقطعة عند الإشارات بطول الكورنيش. لو بصينا بقى على الشوارع الجانبية هنلاقي فيها سيولة مرورية نسبية. نروح بقى ونشوف مع بعض مدينة أسوان ونتابع الحالة المرورية هناك، ونبتدي من شارع السادات لغاية ما بنوصل لمنطقة المسلة. احنا شايفين سيولة مرورية على طول الشارع، هنلاحظ طبعا ان في بعض الكثافات البسيطة جدا لغاية ما نوصل لمحطة القطر، اللي احنا شايفين حواليها بعض الكثافات المرورية بطبيعة الحال، وكمان هنلاقي كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان. كمان هنلاقي بعض الكثافات المرورية البسيطة في أماكن متفرقة، لكن إجمالا الأمور طيبة جدا وفي سيولة مرورية تامة. دلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط أسعار العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 18.98 جنيه للشراء، 19.06 جنيه للبيع. اليورو بيسجل 19.39 جنيه للشراء، 19.28 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 23.18 جنيه للشراء، 23.28 جنيه للبيع. والفرنك السويسري بيسجل 19.92 جنيه للشراء و20.01 جنيه للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2.80 جنيه للشراء، 2.82 جنيه للبيع. الريال السعودي بيسجل 5.05 جنيه للشراء، 5.07 جنيه للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 61.91 جنيه للشراء، 62.25 جنيه للبيع. والدرهم الإماراتي بيسجل 5.16 جنيه للشراء، 5.19 جنيه للبيع. لو بصينا مع بعض على متوسط أسعار الذهب هنلاقي عيار 18 الجرام بيسجل 885 جنيه، عيار 21 بيسجل 1032 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1177 جنيه للجرام، والجنيه الذهب بيسجل 8256 جنيه.
دلوقتي لكل مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس النهاردة اللي هيكون حار ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهنلاقي شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. كمان هيكون في نشاط رياح أحيانا ورمال مثارة على حلايب وشلاتين، ده غير انه بالنهار هيكون في ارتفاع في نسب الرطوبة وده هيخلي الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من المتوقعة بدرجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 35 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، والأقل هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.